كشفت شبكة فوكس نيوز عن سقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى بشكل خطر قرب سفينة تجارية في المحيط الهندي، وأوضحت أن الصواريخ الإيرانية سقطت على بعد 160 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتس، فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية أن المناورات التي تقوم بها طهران شملت إطلاق صاروخ على هدف متحرك بالمحيط الهندي.